السلام على سيدنا محمد. السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا بألف خير وصحة وعافية يا رب. اليوم الجزء الثاني من سلسلة تدبير المصروف. بزاف ديال الأخوات والإخوان طلبوا مني نكمل، أنا كنت كل أسبوع بغيت نحط جزء، طلبوا مني باش نعطيهم يعني نكملهم السلسلة. المهم أنا هاد الطريقة ديالي أنا مخرجتني، يعني أنا ما كنقولش هذه الطريقة الصحيحة، ولكن اللي بغات تجربها وتشوف النتيجة إن شاء الله غادي تخرج بنتيجة. اولا الدفتر اللي سماوه الاخوات والاخوان الدفتر الازرق، هذا الدفتر الازرق عادي، ما شريتش مذكره غاليه لاني انا باغي نوفر. الا بغيت نوفر ما غاديش نبدا بالتبذير. هذا الدفتر هذا طلبوا بغاو يعرفوا شنو اش فيه والمواد، وكاين واحد الاخت بغات تعرف شنو المواد الاساسيه. حبيبتي المواد الاساسيه ماشي المواد الاساسيه عندي انا، هي اللي عندك انت وعند هذه وعند هذه. كاين اللي هو ما كيعجنش في الدار، كيشري الخبز من برا. المواد الاساسيه ديالي انا اللي خاصني دائما تكون في الدار: الدقيق، الخميره، الزبده، الزيت البلديه، الزيت الروميه، جافيل، اريال، دقيق الفينو باش نغسل المواعن، القهوه، اتاي، السكر، الرز، نيدو. هذه مواد اساسيه بالنسبه لي انا، ما حسيت لكم القهوه قلت لها يمكن ما حسيت لكم كامله، لكن هذه مواد اساسيه لي انا. كاين انت يمكن القهوه ما عندك في المواد الاساسيه، او الرز ما عندك، ما كاينش كيوك ما عندك في الدار. انت تدخلي المطبخ ديالك وتشوفي المواد اللي انت هذه ضروريه، انا خاصني هذه المواد تكون عندي في لما كانت عندي في المطبخ، يعني ما غاديش يكون المطبخ ديالي كان، وما غاديش نقدر ندير الوجبات ديالي وننظف بيتي ونغسل حوايجي. وهذه هي المواد الاساسيه للدار لكل البيت: السكر، الزيت، اتاي. اللي كتحصي هاد هاد الحوايج الاساسيه، هاد المواد الاساسيه كتحصيها، كتجي لهاد الدفتر كتفتحيه، كتجي مثلا الصفحه الاولى كتكتبي فيه الدفتر. اول دفتر عندي انا كتبت فيه نتحدى يعني نفسي، تحدي بيني وبين نفسي، غادي نتبع هاد. وعلى فكره هاد احصاء المواد راه ماشي انا اللي اخترعتها، راه مخترعينها النصارى من قرون، يعني كي المواد ديالهم الاساسيه هما اللي كيجيبوهم. من بعد كيشوفوا شنو، غير انا درت لها دفتر تحدي بيني وبين نفسي على اني غادي نمشي على هاد المواد وبهاد الكميه هذه. نحاول يعني ماشي دائما غادي نمشي بإترو ديال الزيت، ما نكذبش عليكم، وماشي دائما غادي نمشي مثلا بخمسة إترو ديال جافيل في ثلاث شهر، ما نكذبش عليكم، لان كاين شهر غندير فيه الكوميناج، كاين شهر كيكونوا عندي ضيافين بزاف كنستهلك، يكونوا عندي المواعن بزاف كنستهلك جافيل بزاف، وصابون الفوطات وهذا، فهمتوا؟ يعني كل شهر وكل وقت عندها مثلا المصروف ديالها. ولكن انا الا كانت غير الاسره ديالي، وانا والاسره ديالي في الدار، غادي نمشيو على ذاك البرنامج اللي مديور. كاين المصروف ديال الضيافين، غادي نجو بحالاش نفرقوا الشهريه، الراتب الشهري. دابا هاد الدفتر هذا فاش كتكتبي عليه هنايا ديال المواد، كتجي للصفحة الأولى مثل الرومية، الزيت البلدية، خليت شي صفحات هنا باش ملي تكملي هذيك، كنجي هنا وهنا، مشيت درت الزيت الرومية، هاهو، شتو كنستهلكو الزيت الرومية أكثر من، علاش؟ لأن كاين القلي، كاين الكيك، كاين الحلويات، قالوا البنات حنا ما نقدوش نمشيو بإيترو ديال الزيت في الشهر. انا الليتر اللي قلت او واحد لتر ديال زيت المائده اللي قلت للطبخ ديال اليومي، طاجين، كوكوت، يعني الطبخ اليومي، ماشي ديال الكيك ديال هذا. خصصي انت، كل سيده غادي تعرف شنو هو اللي كتستهلك. بحال مثلا انا كندير كيك مره في السيمانه، انت كدير الكيك ثلاثه المرات في السيمانه. حددي انت الكميه ديال الزيت اللي غادي تقدك. انا قلت لك ايترو غيديني مثلا النصيب، يعني الطاجيني والكوكوتي والسلطه والسلطه ديالي، لا سلطه ديالي. انت غادي تشوفي تقولي مثلا والزيت ديال الكيك ولا ديال هذا عزليه، ديري هاد ليترو غادي يمشي به. اولا راه كثرت الزيت ماشي صحيه في الاكل، كل ما تكثري الزيت راه غير مضر، كيضر. غادي تحددي واحد المقدار ديال الزيت ايترو او ايترو نص حسب الاشخاص، حسب الكميه اللي كطيبي. هذه خاصه لداكشي اللي كيجي اللحم في الكاميله او في الكوكوت او في الطاجين، خليها. خصصي واحد القنينه ثانيه للقلي،
خصصي وكميه حسب خصصي انت الكميه. حاولي انت هذا الدفتر ما كيجي يلزمك انت مثلا بواحد لتر في الشهر، لا غير كيلزمك باش تعرفي انت شنو الاستهلاك ديالك وشحال خاصك تستهلكي في الشهر. مثلا ملي كتحددي واحد الكميه كتعرفيها كتولي كتعرفي شنو غتشري في الشهر، شنو خاصك في الشهر، هنا كتعرفي شحال كيديك في الشهر، شحال كيديك في شهرين، هنا كتعرفي تحددي وتشري. مثلا الناس اللي بغاو يشرو شهرين او ثلاثه المواد كيعرفوها من هاد الدفتر ملي كيحددوا يعرفوا يكتبوا فين تفتحوه فين تنتهى فين تفتحوه فين تنتهى فين تفتحوا فين تنتهى، كيجيو كيعرفوا الكميه اللي داتهم وغادي يديروا لا مويان. ما يمكنش انت تجي غاد لا مويان ديال هذاك الشيء غادي تجي كتقولي او هنايا داتني 3 لتر في 3 شهر غادي نجيب 3 لتر في 3 شهر ديال الزيت، ها هي داتني عرفت انا شحال كيديني. ملي كتكلمي على الميزانيه ديالك كتكوني ملمه بشنو شحال كيديك ديال الزيت، ماشي كتجي وكتقولي انا شحال كنستهلك ديال الزيت ما كنعرفش، لانه انا قبل ما كنتش كنعرف حتى انا شحال كنستهلك ديال الزيت للشهر، ما كنتش كنعرف شحال كنستهلك ديال الجبن، ما كنتش كنعرف شحال كنستهلك ديال القهوه. ولكن ملي درت هذا الدفتر وليت كنعرف انا شحال كنستهلك ديال الزيت ديال الدقيق ديال الاتاي ديال القهوه. لا اتاي وحده ما نقد، علاش؟ لانه حنا اتاي عندنا في الجنوب ما يقد حد يسيطر على شحال ديال اتاي غيديه، ولكن دائما عندي واحد الكميه مثلا اللي عارفه انها ليه تكمل معايا ان شاء الله. شحال ديال السكر ديال سنيده الشهر، لاني كنصاوب العصير كذا من مره، كنصاوب الكيك شحال من مره، فهمتوا؟ هذا هو المراد من هذا الدفتر الازرق اللي سميته الدفتر الازرق، هذا هو المراد منه. كتجي كتكتبي جافيل، كتكتبي نيدو، كتكتبي انت المواد الاساسيه اللي كتستعملي في دارك. ملي كتحطيها ما تجيش تكتبي لي هنا واحد لاطارت وما نعرفاش خرجت مشيت تغديت في الريستوران، لا غتكتبي غير داكشي اللي انت ضروري عندك في الدار. فهمتوا دابا هاد الدفتر الازرق شنو هو المهمه ديالو؟ فاش كتجي كتقولي انا فتحت الغاز ديال الغازينيير ديال الكويزين او ديال البوطه اللي كنطيب عليها في الكوزينه، فتحتها يوم 5 في شهر 1 وانتهت عندي يوم 25 في شهر 1، يعني انت البوطه كتديك 20 يوم تقريبا غادي تسجلي انتهت. ما كديريش انتهت، ولكن ملي كديري ابتداء الاخرى راه ضروري هذاك انتهت. كتجي كديري البوطه الاخرى 25 في شهر 1 فتحتها غتشوفي فين غتنتهي، يعني لا مويان ديال البوطه كتديك 20 يوم شهر، كاين اللي كتديه شهرين، كاين اللي كتديه 3 شهور على حسب شحال مره كيطيب في الدار. وما تقلعوا من بالكم على انه هذه الميزانيه هذه اللي كديرها الشهر، راه كاين مرات ما كطيبيش في الدار، كاين اللي كتعرضي، كاين اللي انت تعرضي. دابا فهمتوا هاد الدفتر الازرق؟ نتمنى تكون وصلتكم الفكره ديالو. منين كتعرفي شحال داتك البوطه، شحال داك الزيت، شحال كيديك الدقيق، شحال كديك ديال الخميره، شحال كديك ديال الخميره ديال الحلوه، شحال كيديك ديال الفينو، شحال كيديك ديال صابون الماعن، ها انت وليتي عارفه مسيطره، كتسمي سيطرتي على الميزانيه دي على المواد ديالك، وعرفت كل سيده شحال كتستهلك في الشهر، شحال كتستهلك في شهرين. هنا كتقدر تخرج لقات مثلا جافيل داير بروموسيون كتشري الكميه كتقول عندي ديال 3 شهر عندي ديال 6 شهر، فهمتي؟ جابين ما غاديش يخسر. السكر ما كيخسرش. شحال خميره الحلوه لقيتيها بروموسيون وانت عارفه شحال كيديك، كتشدي واحد الكميه كتقولي هذه غتديني لان التاريخ ديالها باقي وانا غادي نحتفظ عليها مزيان، غتحتفظ عليها سنه. مثلا هذيك الخميره ها هي عندي الخميره اللي غتديني سنه ان شاء الله، الى سالات سابق سنه بالشهر او 20 يوم ما هي نهايه العالم، او بقات وراها بشهر ما هي نهايه العالم، يعني انا عرفت شحال كنستهلك ديال المواد. ها هو الدفتر الازرق حيدناه. فاش كتعرفي شحال كتستهلكي كتجي كديري واحد المذكره صغيره، ها هي شريتها ب3 دراهم وهادو هما اللي كنشري، وحده دايرتها للمجمد كنحصل فيها الاشياء اللي عندي في المجمد، وهذه دايرتها للمقاضي لان هنا هذا خلاني نعرف شحال خاصني للشهر وشحال خاصني لشهرين وشحال خاصني لثلاث شهر. كنجي كنجمع جافيل خاصني هكا هاد الكميه غتديني ثلاث شهر او سنه، كنجي هنا كنكتب كرطون ديال جافيل غيديني عام، كنسجلها كنقول بلاصه ما نمشي انا لعند مول جافيل هذاك اللي كيبيع داكشي ديال مواد التنظيف ونشري عنده واحد 5 لتر ونجي، والشهر الجاي نمشي ونجي، يعني انا درت الطريق الراسي ترونسبور، ضيعت وقتي، كنت دائما في يعني خايفه جافيل تقاد لي قبل الشهر
مثلا خمس درت الكوميناج او نظفت الحمامات بزاف ولا جاوني الناس بزاف خاصني جامي. يعني هكا كتمشي كتجيبي تقولي انا ماشي عند اللي كيبيع مواد تنظيف، بلاصه ما نشري 5 يتر نشري كرتون. شحال كيدير هاد الكرتون؟ 5 كل يترو، كل 5 يترو كدير 18 درهم. نشري كرتون نحطو هاني بلاصه ما كل ساعه ماشي ماشي عند مول هذاك مول التنظيف عاوتاني. غادي نجيب جافيل، نجيب معايا مسحوق غسيل الملابس، ما نشوف لاداط ديالو نجيبو نحطو اللي غيدي شهرين في هذا. كل واحد يجيب على القياس ديالو. ملي كتجمعي هذا الشيء هاد المواد هادو كتجي كتفرقي هذيك المذكره ديالك، كديري ديال مقديت شهرين، مقديت 3 شهر، مقديت 4 شهور، مقديت 5 شهر. مثلا كل واحد يدير على انا درت على قياسي. كاين المواد اللي خاصني نجيبهم مره في العام، المواد اللي نجيبهم كل 6 شهور، المواد اللي نجيبهم كل شهرين، المواد اللي نجيبهم مره في الشهر، والمواد اللي نجيبهم كل 15 يوم، وكاين اللي نجيب في السيمانه. ديال السيمانه شنو هي؟ هي بحال شي فاكهه، شي حاجه بسيطه. يعني ما انا ما كنمشي كل سيمانه للسوق. واحد الفكره، السيده اللي ما عرفت شنو هما المواد اللي غتستهلك وما عارف فين تمشي في، يعني يلاه غادي بادي هادشي، وخاصه اللي يلاه متزوجات وبديهم الزواج وباديهم البيت وما كانوا مهتم، يعني في الدار ديالهم ما كانوا كيتقداو، ما كانوا كيخرجوا للسوق، يعني من الجامعه للدار. واش غدير؟ كتدخلي جوجل كتبي ليست دي كورس، ها هي كتبي هادي، ها هي غتخرج لك واحد ليست. انا درت لكم خرجت لكم هادي، غتخرج لك تشوفيها في جوجل بالفرنسيه، فيها كلشي المواد مفرقه، مثلا ديال المشتقات الحليب، اللحوم اللي كتكون كونجليا في المشروبات. هذا انت خرجي هذيك الورقه، ضربي على الحوايج اللي ما كتشري وبحثي عليها اللائحه ديالك، باش تعدل هذه غير باش اللي ما عرفت تعدل لائحه، هذا اللي ما عرفت تعدل الدفتر الازرق المواد الاساسيه ديالها. كتنزل من هذا، مع انه هذا فيه بزاف ديال المواد ماشي اساسيه، يعني لكل بيت. هذه غير فكره. فاش كتصاوبي هذا الدفتر ديال المقادير تفرقيهم فيه وتسمو، كتكوني عارفه شنو غادي تشري. كتفتحيه انتي شتي شنو اللي عندك. ملي كتدخلي بيت الخزين ديالك او البلاكار اللي دايره فيه الخزين ديال المواد في المطبخ ديالك، او البلاصه اللي كتخزني فيها هذا المخزون الطعام لكل بيت او ثلاجتك، كتفتحي كتشوفي شنو نقص شنو خاص، كتسجلي فرقه، هذه خاصني هذه خاصني هذه خاصني. منين كتسجليها كتعرفي شحال الكميه، صافي عرفتي وليتي عارفه الكميه. ماشي تمشي عند مول الحانوت تولي تقول واش ندي كيلو، لا واش ندي جوج كيلو، لا ندي 5 كيلو يمكن، لا ندي غير، وكتبقى لا عارفه مسجله الليسته ديالك من دارك وعارفه شنو غادي تجيبي. ماشيه هكاك كتشوفي بغيت هذه، من خطرات كنمشي تمشي للسوق كتشدي هذه، فاش كتوصلي للاساسيات ما بقاوش عندك الفلوس، او كتجي حتى لعند لاكيس وكتولي ترجعي حاجات ماشي اساسيه، كتلقى راسك ما ديتيش الحاجات الاساسيه، وكتجي للدار كتولي انا تقديت وجبت بزاف ديال المواد وجبت بزاف ديال الاكل، ولكن داكشي اللي ضروري ما جبتوش. علاش؟ لانك ما صاوبتيش الليسته من الدار، ما كنتيش عارفه شنو اللي خاصك في الدار اساسي. كملنا هذه ديال اللي فرقنا فيها المشتريات اللي غادي نديرو ديال الاسبوع ديال الشهر ديال هذا ديال الخضره. كل واحد غيدير على حسب اللي بغى. انا هنا دايرتها جافيل، الزيت الروميه، الزيت البلديه، السكر، سنيده، مع اني كنصاوب عاوتاني انا سنيده من السكر، لان حنا كنشرو القالب وكيجيب لنا العائله بزاف السكر، وإلا كانت عندنا مناسبه كيجي السكر بزاف كنهرسوه. منين كنهرسوه داك السكر اللي كيبقى كنغربلو في الغربال وكنشد منو سطوله، سطلين ديال سنيده، كتكوني ديال سنيده نقيه. منين كنجيب عارفه سنيده شحال هذا، كنجيب ديال السنه مثلا سنيده، زيت البلديه، الزيت الروميه، شنو داك البرودويات كامل ديال بحال ديال الجفاف الارض، ديال الحمامات اكرمكم الله، ديال شنو الخل، بزاف ديال المواد كنشريها للسنه. داكشي اللي وريتكم داك النهار، كنتم عندي بحال البابي دالومنيوم، داك الكاغط اللي كنفرشو في الفران، الورق ديال الفران، هذا ورق المطبخ،
داك ديال اليد مش كنمسحو ليدي في المطبخ سميتو البلاستيك ديال لا بوبيل ديال القمامه اكياس القمامه اكياس الديب فريز او المجمد كل هذه الاشياء كنمشي مره واحده كنتقداها كنمشي كنحطها عندي ننساها صافي انتهيت منها على تصاوبي الليست ديال المقادي ديالك كتشري ما غتصاوبيه في يوم اولا بداي الشهر بهذا شهر قدي هذا خليك شهر على تعرفي شحال كتصرفي عاد كتصاوبي هذا من بعد شهر اجي صاوبي هذا كنتي عارفه انت شحال كتشري كل شهر عارفه انت شحال كتجيبي للشهر ديك الساعه صاوبي هذا صافي خصصي انت رانك عارفه شحال كتدي كل شهر اجي قدي هذا ديال المقادي باش ترتاحي باش تكوني مثلا تجيبي واحد الكميه ديال من واحد الحاجه كترتاحي ما تمشيش تقلبي لها كل شهر اجي المجمد ديالك او ديب فريز او كونجيلاتور او فتحيه شدي شباكي بدا يحصي شحال عندك ديال الدجاج شحال عندك ديال اللحم شحال عندك ديال الحوت شحال عندك ديال الخضر المجمده شحال عندك ديال الشربات شحال عندك ديال هكا وحصي الحوايج اللي الخميره الزبده حصي الحوايج اللي عندك في المجمد هذا ديال المجمد ديالك كتكوني عارفه شنو عندك في المجمد كل ما صاوبي واحد مذكره ديال المجمد خليها الا كان المجمد ديالك في الكوزينه حطيها فيه كان عندك المجمد ديال الكوزينه الصغير والكبير حطيها في الكوزينه لانك وفي المطبخ ديالك لانك دائما كتبداي من المجمد ديال المطبخ كتكوني عارفه قبل مع الصباح بغيتي تشوفي شنو عندك لانك ماشي تجيبي المقضيه ملي كتهزي الدجاجه كتضربي عليها ملي كتهزي كيلو هاد المذكره هذه فرقيها فرقي ديري صفحه للحوم صفحه للدجاج انا ما نقدرش نوريكم لاني كتبتها بالهولنديه ديري صفحه للخضره صفحه للعصيرات صفحه للخبز صفحه فهمتوا صفحه للدان دو ديك الرومي وهكا فرقيها صفحات صفحه كل حصينتي المذكره ديالك فرقيها قديها ديري ملي كديري كل حاجه بلاصتها كتجي ماشي تجيبي الدجاج كتفتحي صفحه الدجاج شحال عندي ديال الدجاج لانك ضربتي على اللي هزيتيها شفتو ضربتي على داكشي اللي هزيتي قلت لك كاين واحد الصفحه خاصه كديريها للاشياء اللي مثلا شاطلك شي حاجه لي غيست شاطلك اللحم طايب دجاج بغيت كتجمعي داك بقايا الدجاج كتصاوبي بهم بسطيلات صغار ولا شي حاجه او غراتا ولا شي خلي واحد الشبكه في الكونجيلاتور ديالك خاصه على هذاك الشيء لي غيست وسجلي هنا ومسجله على الكيسه شنو فيه كتجي هنا كتقولي انا اليوم عندي لي غاس ديال الدجاج غادي نصاوب بهم واحد الكغاتا هانتي عارفه قبل ما تمشي كتكون ساهل ماشي بحال كتمشي للمجمد كتفتحيه وكتبقاي تشوفي شنو في هادي اولا ما كاتب عليها واشنو وهادي وفين هي فين كاينه لا كديري دي باني في المجمد او الصنيدقات وكل صنيدقه كديري فيها شنو هي كان المجمد ديالك كبير كديري ولا كان صغير كديري في لي ساشي بحال هذا ديال المطبخ ولي ساشي راه معروفين وتحطيهم قادم دابا عطيتكم على المقضيه كيفاش تفرقوها على كيفاش ديروا الدفتر الاستهلاك ها هما عندنا دابا ثلاثه الاول كتسجلي فيه المواد فين تفتحتيها وفين تنتهت الثاني كتسجلي فيه المقضيه اللي غادي تقداي من السيمانه اللي غادي تقداي للشهر ل 15 يوم اللي غادي تقداي للشهر اللي غادي تقداي لشهرين حسب كل واحد واستطاعته هنايا كتجي هذا ديال المجمد حصيتي في المجمد ديالك فرقتي على صفحات هذا الاجبان وحدهم داكشي ديال مشتقات الحليب هذا الزبده كذا كتحطي كتفرقيه بهاك كنجو غادي نخلي هاد الظريفه مازال ما وصلتهم كنجو لهاد انا زربت عليكم شوي لانه الاكثريه ومع هذاك اللي عنده اسئله يطرحها ونرجعوا نعاودوا ماشي مشكله انا بغيتكم تستفادوا ما بغيتكمش غير تتفرجوا وتخرجوا بدون نتيجه بزاف ديال الناس كيجيو كيقول لكم انا عندي لك الحل السحري وباش تصاوب الميزانيه ديالك وهذا وكيجي كيقول لك شد المنض الشهريه ديالك فرقها على ولكن فرق اش غنجيب بها كاين اللي كيشد 30000 كاين اللي كيشد 25000 كاين اللي كيشد 1000 درهم كاين اللي كيشد 10000 درهم كل واحد ها هو فرقها هذاك اللي كيشد 10000 درهم يقد
ما يجيب والو، هذاك اللي كيشد 1000 درهم يقد يتقداها مزيان الا عرف شنو هو اللي كيستهلك. البدايه من هذا خاصة، بعدا نبداو هذا، عاد نجي نوريك انا بحالاش تفرق الشهريه ديالك. بداي من هذا، هذا هو الاول. واجي لهادو بجوج، شتي هادو يعطوك، هذا يعطيك النتيجه ديال هادو. هذا هذا ديال السنه اللي فاتت انتهى. اسمحوا لي رد على التليفون. نرجع لمذكراتنا، هذه مذكره السنه اللي فاتت، وهذه ديال هذا السنه الجديده. الله يجعلها سنه البركه والخير علينا على المسلمين اجمعين يا رب، وعلى البشريه كامله. هذه كتبت لكم عليهم هاك، ما انا عرفتهم غير كتبت لكم باش تعرفوا. هذه مذكرات ديال اليوميه، كنكتب فيها اموري اليوميه. مثلا انا مشيت اليوم خلصت الضوء، كنكتب فيها التاريخ طبعا، فيها اليوم السنه راه مكتوبه الفوق، وكنكتب مثلا انا اليوم خلصت الضوء. تحت كنجي كنخصص تحت الصفحه من تحت. بحال هكا دابا مثلا، ها هي هاد النهار هذا زيرو درهم، يعني ما خسرت والو. هاد النهار هانيش خسرت الخسارات، كنخصص الفوق كنكتب شنو درت، والتحت كنجي كنكتب مثلا التاكسي اخذ دات مني كذا المبلغ الاجمالي، مرجان عطيت فيه كذا، مع اني كنحتفظ. غادي نوريكم مخصصه واحد الجوه ديال الفاكتورات، تليفون ولا انترنت داو مني كذا، ضو دا مني كذا، شريت مثلا هذه درتها، يعني كنسجل هنا كل شيء لكل نهار. كندير بحال هكا، كنجي اليوم الثاني نفس الشيء، هنا كاين زيرو درهم، هنا زيرو درهم لان ما خسرت فيه والو. هذا النهار خسرت فيه كذا كذا، هاني درتها هنا. كل شيء كنجمع كل خساراتي في كل يوم كنسجلهم، الا قديت هذيك الساعه نسجلهم. ما قديت كنبيع حتى الليل، كنجي كنتذكر وكنجبد الفاكتورات مثلا مرجان عطيت فيه كذا، منين كنخلص في مرجان او عند مول الدروغري او فاكتوره الضوء او فاكتوره التليفون، كنجي كنفتح الفاكتوره كنشوف المبلغ كنكتبو. كنفتح فاكتوره مرجان كنجي كنكتب شي فاكتوره ديال شي محل اخر كنجي كنكتب. كنشد هذوك الفواتير مخصصه لهم واحد الجوا، ها هو كنجمعهم في واحد الجوا في شي، يعني شي بواط، كل واحد واش يدير لهم. انا دايره لهم هاد الجوا كنديرهم كنجمعهم فيه من يوم واحد في الشهر حتى ل 30 او 31 او 29 في الشهر، كنجمع هاد الفاكتورات. النهار الاخر في الشهر كنشد هاد المذكره، كنشد هاد الجوا، هذه لانها ديال السنه الجديده ما باقي ما فيها بزاف داكشي علاش ما وريت لكم. كنجيب هاد الريجستر، يعني انا تدبيري المصروفي باش بحالاش كنخطط وبحالاش كنعرف خاصني هاد الاشياء، الدفتر الازرق، مذكره المجمد، مذكره بحالاش ديال التسوق، اليوميه اللي كنكتب فيها المصاريف اليوميه، انفلوب او ظرف نجمع فيه الفواتير، وهاد الريجستر هذا. هاد الريجستر هذا يمكن تجيك فيه سنتين، يمكن 3 سنين، يمكن سنه، حسب الصفحات اللي غتعمري. منين صاوبت الدفتر الازرق نرجعو ديال التسوق، حصيت المجمد ديالي، كتبت كل يوم اش كنصرف، كنشد في اخر الشهر هادو صافي حطيتهم، اللي كان هادوك راه معروفين كنجبدهم غير ملي كان هذا كنجبدو غير الا فتحت مثلا الزيت، فتحت البوطه، فتحت صابون الماعن، فتحت القهوه، فتحت نيدو. هذا كنجبدو فاش نبغي نمشي للكونجيلاتور، كنشوف شنو عندي وكنضرب على اللي هزيت. هذا كنجي نشوف شنو خاصني للتسوق، مع الليسته ديال التسوق وصوت، كنشد هاد الدفتر اليومي، هو هاد اليوميات الاولى، كنشد ورق عادي مقطع او دفتر قديم، وكنحط هكا ورقات، كنكتب هنا تاكسي او البنزين اللي عندك السياره ديالك، كتب بنزين ديال السياره، خسارات ديال السياره، مصاريف السياره مثلا، اللحوم، الدجاج، السمك، كتب هاد العناوين. ياك كتجي للشهر هنايا لهادي ديال الشهر، كتجي من يوم واحد شريت فيه اللحم، كتسجلي كتشدي البورطابل ديالك او الاله الحاسبه شحال عطيت 50 درهم. الصفحه الثانيه فيها اللحم
كنجي مثلا نسجل 70 درهم حتى تجمعي كامل اللحم اللي عندك، جمعي المبلغ الاجمالي تحت الاسم اللي درتي هنا. نعاود لانها انا ما كنعرف راني نشرح ما كنعرف. هنا كتبنا الخسارات اليوميه، كل يوم الخسارات ديالو كنسجلوها. خسرت انا اليوم 100 درهم، ولكن فاش ماشي نجي نسجل غير خسرت 100 درهم لا، كنسجل اللحم 50 درهم، الدجاج 50 درهم، التاكسي الترونسبور او المواصلات 100 درهم مثلا او 20 درهم او 6 دراهم، وكنسجل. في اخر الشهر كنشد اوراق او او كتاب او دفتر قديم او اي شي حاجه، كنسجل كنكتب مثلا هنا الدجاج، اللحم، مصاريف السياره او مصاريف التنقل، مصاريف المدرسه ديال الاطفال الا عندك اطفال في المدرسه، مصاريف الجيب ديال الاطفال، الطبيب، طبيب الاسنان، اي شي حاجه خسرتي داكشي انت اللي عارفه شنو خسر الحوايج اللي درتي، كتسجلي الاسامي هنا، كتشدي هذه المذكره تفتحيها، كتشدي الاله الحاسبه كتسجلي، كتبداي تهزي كل شيء مثلا اللحم 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 الخسارات ديالو جمعيها في الاله الحاسبه. لا الصوم او المبلغ الاجمالي اجي كتبيه تحت اللحوم. سيري عند الطبيب، مشيت للطبيب مثلا هذا كل شيء الطبيب، جمعي الدونتيست، جمعي الطبيب العائله، اجمعي كل شيء الطبيب. اجي هنا كتبي جمعتي المبلغ الاجمالي او توتال، اجي هنا عند الطبيب كتبي 700 درهم مثلا، جمعي فلوس الضوء، الضوء راه عندك الفاكتوره عارفتيها وكل شيء، كتبي مثلا دفعت في الضوء هذا، حتى تجمعي كامل كتشد كتخرجي هنا بالنتيجه. شحال خسرتي في الشهر ديال الفلوس في الضوء، في التليفون، في الطبيب، في اللحم، في الخضره، في الفواكه، في الترانسبور، مصاريف السياره، مصاريف الاطفال، مصاريف شريتي كتب، شريتي مذكر، كل شيء سجليه، كل شيء كل شيء كل شيء سجليه هنايا. فاش كتسجلي هنايا كتحطي هذوك الاوراق اللي سجلتي فيهم هنا، كتشدي هذوك الفاكتوره تحطيهم، حيدي هذاك سالي، هذا انتهينا منه لان جمعنا كل شيء خرجناه هنايا، الخلاصه ديالو هي ولات هنا في هاد الاوراق، كتحيديه، كتجي لهاد الريجيستر. هاد الريجيستر خاصو يكون كبير، هادو كيتباعو في كل بلاصه ومعروفين، شفتوهم بحال اش دايرين هادو. هذا ديري معاه هادي، هادي مرسمه بالعربيه، ديريها معاه غرافوز، وشدي الفاكتورات ديالك. بعدا قبل ما تشدي الفاكتورات ديالك غادي تجي غادي ديري بحال هكا، كتبي المداخل والمصاريف، كتجينا كتكتبي المداخل، كل واحد كاين الدخل ديال الزوج، كاين الدخل ديال الزوجه، كاين مثلا لوكاسيون فاميليال ديال الدراري، الاطفال اللي كاينين برا في الخارج وحتى هنا في المغرب شحال كيشدوا على ولادهم مثلا، شي مبلغ كيجيهم من كراء، من اي شيء ريال كيدخل لهم هما، كيتعطى لهم، كيدخل لهم من خدمتهم، او من حتى الى عطاك حد من العائله مثلا مبلغ مالي بحالي انا كيعطيني الوالد مرات، الوالد ديالي او الاخ ديالي او الاخت ديالي كنسجل، او احد اخوان راجلي الله يرحمه كنسجل داك المبلغ هنايا، كنكتب مثلا فلان ونجي هنايا كنكتب المبلغ، ونجي هنا كنكتب التاريخ اللي عطاه لي، وهنا كنكتب ملاحظه مثلا كنت كنسال لهاد السيد 500 درهم وردها لي، كنسجل هنا هذه كانت دين، كنت كنسالها له ماشي عطاها لي هكا، باش من بعد سنه ولا سنتين كنعرف، ماشي نجي ونكتب فلان عطاني 500 درهم ولكن ديالاش، غادي تجي واحد النهار كتقولي ولي ديالاش عطاني هاد 500 درهم. من كتصاوبي هاد ليستا غادي نرجع، لاني يمكن ما كنعرف نوصل، البنات قالوا لي كاين شي بنات قالوا لي كتعاودي الهضره بزاف، ولكن كتصاوبي هاد الريجيستر، شدي الصفحه الاولى كديري فيها المداخل ديالك، كديري النوع، انا هنا كندير لا شوز كنكتبها بالفرنسيه، كنكتب هنا او بالهولنديه، كنكتب هنا القيمه لا سوم لا دات والملاحظه، النوع، القيمة، التاريخ، ملاحظة.